اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. ايضا كريم سعيد، ازيك كريم؟ دي كابتن اسلام. الحمد لله. خلوني ابدا معاكم واخد بس بشكل عام رايكم في مباراه امس. طبعا انا شايف المباراه امبارح، يعني انا شايفها بصراحه احسن مباراه لكولر على مستوى قراءه اللعب والتغييرات، احسن مباراه لكولر من بدايه الموسم. اوكي. التقييم مش بيبقى بنتيجه الماتش، يعني ممكن لو كره طاهر ديت مثلا كانت دخلت جون اللي هي في الاخر، او كره كهربا، او اي فرصه ضاعت، لو كان النادي الاهلي قدر ان هو يعني يكسب اتنين كانت الناس كلها هتطلع تشيد بكولر، وان هو كسب يانج افريكانز في تنزانيا وكده. بصراحه انا بحكم على قراءه اللعب والتغييرات وتوقيتات تغييراته من اول مره. انا حاسس ان انت مكسوف وانت بتتكلم بتقول كده. لا مش هذه هي الحقيقه. الحقيقه على فكره، يعني معلش عشان انا برضو الموضوع ده بالنسبه لي بيمثل لي، انا بشوف ان يعني انا هرجع اتكلم معاكم في هذا الامر، ولكن بعد ما نتكلم اخد رايكم الفني، انه انا لا اعلم لماذا ينظر الجميع الى النادي الاهلي، او مش الجميع، البعض من الناحيه السلبيه. ليه دايما الناس بتبص للنادي الاهلي من الناحيه السلبيه؟ فيها سلبيات، ولكن وجهه نظري ان هذه المباراه فيها ايجابيات كثيره جدا. هو دورنا احنا كمحللين بتحلل المباراه مش بالنتيجه. انت بتشوف بعض الاداء في بتقيم المباراه، بتشوف تغييرات المدرب عامله ازاي، توقيتات تغييراته عامله ازاي، النادي الاهلي محاولاته قد ايه، راح على الجون كم مره، ما ده دور المدرب. ممكن اتكلم في سلبيه مثلا الفينش، اللمسه الاخيره، صحيح، وزي ما بلال قال برضه ان انت تخش في ان كون. الفرقه محتاجه في يناير راس حربه، دي بعض الحاجات اللي ده طبيعي وكلنا شايفين كده. هو مين مش عارف الكلام ده؟ لكن انا شايف ان هي بصراحه احسن مباراه لكولر على مستوى التغييرات. سيبك من اللي هيقلل من كولر او اداء النادي الاهلي، يا جماعه احنا بنلعب يانج افريكانز، وانا كابتن اسلام عندي تعليق على معلق المباراه كابتن علي محمد علي، كامل الاحترام ليه وانا بحب تعليقه، بس بصراحه هو مزودها قوي. لا مزودها قوي. انت عارف هو ايه اللي خلى، يعني انا ما كنتش هطلع اتكلم على كابتن علي تحديدا، ولكن اللي خلاني اتكلم على كابتن علي، انا سمعت تعليقه على شويه من مباراه نادي الزمالك، فوجدت ان هناك فارق في التعليق اصبح واضح لجمهور النادي الاهلي، ان هناك في فرق يعني كبير. تحس ان الميول غالبه، ماشي، بس انت مش عايز تعمل جاب ما بين اداء النادي الاهلي ونادي الزمالك، فانت بتحاول تقرب المسافات. معلش هو برضو قال حاجات عايز معلش اصححها. لا اتفضل. اول حاجه هو بيقول المنافسين ضعاف وان المجموعه سهله. مجموعه سهله، احنا مش بنلعب اكاديميات ولا احنا بنلعب في بطوله الكونفدراليه اللي هي اضعف بطوله في تاريخ الكونفدراليه، احنا بنلعب في دوري ابطال افريقيا. المجموعه دي فيها يانج افريكانز، افكر بس المعلق ان يانج افريكانز ده السنه اللي فاتت كان وصيف الكونفدراليه، وصيف الكونفدراليه قدام اتحاد العاصمه الجزائري. يانج افريكانز ملعبه صعب جدا في تنزانيا، هو بطل الدوري التنزاني، هو المتصدر حامل اللقب كمان في الدوري التنزاني. بالمناسبه شباب بلوزداد اللي معانا في المجموعه حامل لقب الدوري الجزائري. يبقى انت بتتكلم ان المنافسين ضعاف ازاي؟ لا، المنافسين مش ضعاف. الحاجه الثانيه، هو طول المباراه يا كابتن اسلام عمال يتكلم ان النتائج مذبذبه، ان اداء النادي الاهلي نتائج مذبذبه. ايه؟ كان في اجتماع ان احنا عايزين نجدد الدوافع، لكن النادي الاهلي نتائجه مش مذبذبه. النادي الاهلي متصدر الدوري حتى الان وليه مباراه مؤجله، لو كسبها هيتصدر الدوري على بيراميدز، هيبقى 17 نقطه وبيراميدز 16 نقطه. النادي الاهلي احنا بنقول اهو ان النادي الاهلي محتاج مهاجم في يناير، الا رغم كده الاهلي اقوى خط هجوم في الدوري برصيد 12 هدف. الاهلي في افريقيا اقوى خط هجوم من بدايه دور المجموعات، صحيح، مسجل 4 اهداف. الاهلي الفريق الوحيد في الدوري المصري اللي ما خسرش مع نادي زد، فرقتين بس في الدوري ما خسروش، النادي الاهلي ونادي زد. النادي الاهلي اكتر فريق صنع فرص في البطوله في دوري ابطال افريقيا 11 فرصه. النادي الاهلي اكتر فريق، ده كل الارقام دي بص يا كابتن اسلام للنادي الاهلي السنه دي في دور المجموعات، اكتر فريق عمل محاولات في البطوله، عامل 41 محاوله، 26 قدام ميدياما و15 قدام يانج افريكانز. النادي الاهلي ثالث اكتر فريق استحوذ على الكوره في البطوله بعد صن داونز وبعد الوداد. يعني النادي الاهلي ماشي كويس، مش معنى كده ان انا اخد الناس في جنب بالظبط. اللي هو ايه يا جماعه، احنا متعادلين، حتى لو اتعادلت مع يانج افريكانز في تنزانيا دي نتيجه مش وحشه، نتيجه النادي الاهلي اصلا في اخر 5 سنين، يعني انا معايا حتى نتائج النادي الاهلي في دور المجموعات يا كريم. الموسم اللي فات احنا خسرنا من الهلال 1-0 وتعادلنا مع صن داونز 2-2، يعني انت ايه جبت كام نقطه؟ نقطه واحده. الموسم اللي قبله اتعادلنا مع الهلال 0-0 وخسرنا من صن داونز 1-0،
ده كان ايام موسيماني، يعني خدت اتعادلت يعني خدت نقطه واحده. الموسم اللي قبله كسبت المريخ السوداني 3-0 وخسرت من سيمبا 1-0، يعني كام؟ يعني 3 نقط. الموسم اللي قبله بقى اللي كان مع فايلر خسرنا من النجم الساحلي 1-0 وكسبنا الهلال السوداني 2-1، يعني خدت 3 نقط. الموسم اللي قبله 2019 كسبت فيتا كلوب 2-0 وتعادلت مع شباب الثوره الجزائري 1-1 اخدت 4 نقط. يعني اول مره من 2019 النادي الاهلي ياخد 4 نقط من اول ماتشين. وانا ليه ما اتكلمش في الحاجات الايجابيه دي على فكره؟ ده انا بقوله دايما انه لماذا لا ينظر، وهنا عايز اروح لكريم، لماذا لا ينظر البعض يا كريم للنواحي الايجابيه؟ اه في سلبيات، وعلى فكره انت قلت سلبيات ولا ما قلتش الاسبوع اللي فات؟ امبارح ولا حتى امبارح في الماتشات انا في الاستوديو احمد بيتكلم بنفس هنا القناه، لا هنا كلها منها. فبالتالي انا اللي انا اقصد اقوله ايه؟ انه ما هو ماشي يا جماعه، ما هو في سلبيات طبعا، ولكن انا وجهه نظري برضو تاني للمره المليون انه مباراه امبارح فيها ايجابيات كثيره جدا تستطيع ان تبني عليها خصوصا الفتره القادمه. هو دول المجموعه اللي هتقدر يعني هي دي المجموعه اللي هتلعب بيها، وهي دي المجموعه اللي هتكمل، وهي دي اللي خدت لك البطولات السابقه. بص كده، خلينا نحط بعض المبادئ حتى للجمهور، جمهور النادي الاهلي، واعتقد جمهور النادي الاهلي هو الجزء المهم في المنظومه انك تطمنه، لان في الاخر برضو النادي الاهلي هو بالزبط. يخص جماهير النادي الاهلي اكتر ما يخص جماهير اي انديه اخرى او اي فرق تانية. الاكيد ان الجيل الحالي او النادي الاهلي في السنوات الاخيره في افريقيا ما بيبداش بكامل قوته مع بدايه دور المجموعات، دي حقيقه ثابته ما فيهاش وجهه نظر. وفي درس بصراحه اتعلمناه في السنوات الاخيره، وهي ان البدايه المتوسطه مليون في الميه افضل من النهايه الضعيفه يا سيدي. كلها صحيح كل امان. البدايه المتوسطه افضل بكتير من النهاية الضعيفة، زي مثلا الموسمين النادي الأهلي خسر فيهم بطولة الدوري مع بيتسو موسمين. طيب التدرج في المستوى أمر كل الأندية الكبيرة في العالم تشتهر بيه. النهارده مثلا بيتفرج على الدوري الإنجليزي بيتعود بيشوف السيتي قبل شهر ديسمبر النتائج متذبذبة، وأخيرا حتى التعادل النهارده أهو مع توتنهام والفريق اتقدم 3 مرات وما بيقدرش يحافظ على التقدم بتاعه. صحيح. اللي الناس اتفرجت على ماتش مانشستر سيتي وتوتنهام. اول ما يعدي شهر 12 ونبدا نخش في الثلث الاخير من الموسم، اتفرج على مانشستر سيتي في دوري الابطال او في الدوري الانجليزي، اتفرج على النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. وتاني بقول اهو، حتى مع هزيمه الوداد، حتى مع هزيمه الوداد هيوصل مرتين، اتفرجوا على الوداد كعقليه في الـ4 مرات الجايه. بس بشرط ايه يا حته بقى؟ ان هو انا مضطر ان النتائج الاخرى تساعده، هو محتاج النتائج الاخرى تساعد ان هو، وهذا ما حدث مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت. النجم الساحلي بصراحه عمل مباراه ممتازه ممتازه قدام الترجي، المباراه الاولى انا شفتها حاجات حلوه قوي. المباراه الثانيه بصراحه، وهنتكلم على بيتو اتلتيكو، خطر قادم في افريقيا، هنتكلم على الفرقه دي. لان عندهم فرقه قويه، عاملين فرقه جيلبرتو عامل شغل كويس جدا، مش عايز اقول لك جيلبرتو اللي انا سامعه، يعني صحيح. الماتش اللي انا شفته ايه ده؟ انا ما شفتش الماتش الاول بتاعهم. لا هو خلي بالك الماتش بتاع امبارح ده كان مش طفره، ولكن هم يعني اقل من يعني هو امبارح كانوا جامدين قوي. فكروني، لا الماتش ما فكرت عليه، فكروني بفرقه بيترو اتلتيكو اللي كانت بتلعب فرقه مانويل جوزيف في 2001 الفرقه الاولى خالص. فتاني لازم يا جماعه، مش عايزين برضو الحلقه دي معتاد قوي، الحلقه دي احنا بنعيدها كده كل سنه في بدايه دور المجموعات. واضح ان انت محتاج ان انت تعيدها. لا بس انت النهارده مستني او انت النهارده بتتكلم عن مجموعه كبيره من الايجابيات والناس خايفه تتكلم عنها. لا انا بتكلم، مش عايزين يتكلموا عنها. لا يا كابتن سامي، انا بتكلم بشكل عام، انا لسه ما حدش الماتش. أوكي. تحليل المباراه ملوش دعوه خالص بالمبادئ، احنا بنتكلم، احنا دلوقتي بنتكلم مبادئ عامه، ما بنتكلمش على الماتش. تحليل المباراه ما فيش حد هيطلع يقدر يقول ان الشوط الثاني من النادي، الشوط الثاني على وجه التحديد كان امتياز. الشوط الثاني امبارح هايل، واحنا بنحلل اداء مارسيل كولر، بنحلل اداء مدير فني. المدير الفني رفع الريتم بتاع بتاع فريقه وعمل هجمات في الشوط الثاني ضعفين الشوط الاول، وبالتالي انت لازم اي حد هيشيد باللي عمله مارسيل كولر بدايه من دخول اللعيبه اوضه اللبس وتغييره قفشه وامام عاشور على وجه التحديد. صحيح. التغييره دي هتقول له شابوه، برافو عليك في الماتش، ما بقيمش اداء كولر في الموسم. صح. وتاني انا عايز الناس تبقى واضحين مع بعض،
الرقم اللي قاله ثابت طبعا اكيد رقم ايجابي، انك اول مره تاخد 4 نقاط، انت دايما متعود اول جولتين بتخسر نقاط اكتر من اللي انت خسرتهم السنه دي 19. واحنا كمان قلنا ثابت السنه دي ميزه في دور المجموعات دلوقتي ان احنا المباريات ما فيهاش الشد العصبي بتاع مباريات شمال افريقيا بالذات، خصوصا ان احنا عايزين نخش مباراه اتحاد جده وانت في افضل حاله ممكنه. هو ده، والحمد لله كمان بكل امان المباراه شباب الوزداد بقت يوم الجمعه عشان تتاجل لك مباراه، عشان المباراه زي تتاجل صح كده، انت لغايه مباراه اتحاد جده عندك ماتش واحد، مباراه واحده، واللي يبدا بقى مارسيل كولر يجهز فرقته لتنافس مختلف، مختلف تماما، لتنافس عجيب. وتاني حاجه النقطه برضك بس عايز برضه مش عايز اخرج منها بصراحه، فكره التنافسيه في البطوله اللي قال عليها سامي برضه هاخد من كلامه حته مهمه قوي. كل بطوله على فكره ليها تنافسيه مختلفه، مفيش حاجه اسمها قوي وضعيف، بدليل هزيمه بيراميد قدام نواديبو موريتاني هزيمه غريبه، لان حتى بعد تاخر 1-0 ما ينفعش تخش فيك الهدف الثاني والفريق ده بيلعب قدامك ب 10 لاعبين، ده يبين لك ايه؟ لا التنافس في دوري ابطال افريقيا مختلف تماما عن الدوري الممتاز، حتى مع ان انت تظن ان الفرقه دي ضعيفه، لا الفرقه مش ضعيفه، نواديبو ممكن يلعب فرق كتيره في الدوري المصري ويكسبها، ان الفرقه دي بتلعب بشكل مختلف، بتلعب الكوره بشكل مختلف، استعدادها البدني بخلاف بقى الحرفنه والمهاره وكل شيء، بدنيا في الملعب هم كويسين واقفين، فريق بيلعب 10 لاعبين وبيقدر يسجل في ال 10 دقائق الاخيره، ده حاجه مش سهله. فتاني مهم قوي يا جماعه واحنا بنحلل كوره ان احنا نبقى متفقين على شيء، متفقين ان احنا تحليل الماتش هو للماتش، لو بنقيم فتره نقول احنا بنقيم فتره، دمج الامرين مع بعض بيعمل تشتيت وبيخلي بقى ساعتها هنا الجمهور يقول اه لا خلي بالك ده هنا الناس بتحاول ان هي تعمل بلبله في الفريق او بتعمل ان هي تقلل المعنويات، خصوصا بكل امان ان النادي الاهلي في الفتره الجايه بكل امان انا في وجهه نظري اهم مباراه له هي مباراه اتحاد جده، وان شاء الله باذن الله مباراه شباب الوزداد زي ما كابتن بلال سمعته بيقول نضمن بيها التاهل فعلا، انت وصلت للنقطه السابعه في الثلاث مباريات دول بنسبه كبيره انت ضمنت الصعود، ويتبقى ليك في الثلاث مباريات الاخرى ان انت تؤكد بقى تاهلك كمتصدر او كوصيف في الفتره اللي كل جماهير الاهلي بتتفائل ان الاهلي يتاهل عن دور المجموعات كوصيف وليس كمتصدر، عشان ده الفعل الخير في اخر البطوله. الحالات الفنيه في هذه المباراه وكيف تفوق النادي الاهلي خصوصا في الشوط الثاني، ورايك في طاهر محمد طاهر كراس حرب؟ اول حاجه هعمل لحضرتك مقارنه ما بين، بناكد الكلام الاول بالارقام فضل. ونخش على الصور. بص مقارنه ما بين الارقام النادي الاهلي في الشوط الاول والشوط الثاني، عشان كده بقول لحضرتك دي احسن ماتش لمارسيل كولر من اول الموسم. بص يا كريم، استحواذ الشوط الاول كان 46%، الشوط الثاني 59%. عدد المحاولات يا جماعه راعوا ان احنا بنلعب يانج في تنزانيا، لما تروح قدام فريق الشوط الثاني 11 محاوله والشوط الاول 4 محاولات، المحاولات الصحيحه 2 صح في الشوط الاول و5 في الشوط الثاني، فرص محققه للتسجيل 1 في الشوط الاول والشوط الثاني كام؟ 4. الضربات الركنيه النقطه اللي انت عايز تتكلم فيها كريم، الشوط الاول 0 ولا ضربه ركنيه، الشوط الثاني 9 ضربات ركنيه. التمريرات 218 في الشوط الاول، 269 في الشوط الثاني. التمريرات الصحيحه 178 في الشوط الاول، 219 في الشوط الثاني. العرضيات عرضيه واحده بس في الشوط الاول، 14 عرضيه في الشوط الثاني. الالتحامات الثنائيه 18 18. فده الارقام بتاكد ايه؟ بتاكد تحسن اداء النادي الاهلي، مش تحسن، ان النادي الاهلي في الشوط الثاني كان ممتاز، ولو كانت اكتر من فرصه سجلت هدف كانت الناس هتشيد بكولر. على الرغم من الشوط الاول برضو مع هذه الارقام كانت فرصه حسين الشحات لو كانت جت حسين والماتش فات كان الماتش فات. نبدا نجيب الصور الحالات الفنيه. بص يا كابتن اسلام، بعض الفرص طبعا دي برضو ارقام المباراه بصفه عامه، يعني المجموع بقى الاثنين، استحواذ النادي الاهلي 53% وبره ملعبك انت مستحوذ و47%، التمريرات 487 للنادي الاهلي مقابل 431 ليانج، التمريرات الصحيحه 397 للنادي الاهلي مقابل 357. النادي الاهلي عامل محاولات اكتر من يانج 15 ويانج افريكانز 11، المحاولات الصحيحه 7-2، الضربات الركنيه 9-9. نجيب صور الحالات الفنيه. بص اول حاجه دي هنا انا بحيي مارسيل كولر على التغييرات. ليه؟ فكره طاهر محمد طاهر ان هو يلعب راس حربه فكره كويسه في العمق، في العمق يبعدوا عن الطرف. فكره بص يا كريم، هنا طاهر فين؟ طاهر نازل لتحت. اقول لك حاجه، من احسن نص ساعه لعبهم طاهر كله بيلعب في توظيفه في راس الحربه اول مره،
كل ما طاهر بيلعب في العمق بيأدي اداء افضل هجوميا ما بيلعب في الطرد، في الطرد بيركز في الدفاع. هنا طاهر فين زي ما انت بتقول يا كريم، نزل لتحت في العمق وفتح المساحه لكريم فؤاد. بص كريم فؤاد بص على حركه ايده بيشاوله، بص عمل له التمريره دي الاثنين اللي نزلهم مارسيل كولر، طاهر وكريم فؤاد. لو كانت الكره دي جت جون ماتش خلص، وكان التغييرات والكلام كان هيختلف. الكلام اختلف. هات الصوره اللي بعدها كده كمل، كان الكلام هيختلف طبعا. التغييرات بص هنا الحارس ده عمل حركه ذكيه قوي قدام كريم فؤاد، هو راح ناحيه الشمال وطمع كريم فؤاد ان هو يلعبها في اليمين، فضله الزاويه فكريم لعبها راح الجون طاير معاها. صح في اللعبه دي كمل نفس اللعبه برضو من زاويه ثانيه. كمل هات الصوره اللي بعدها، الحاله اللي بعدها هنا دي حاله ثانيه، ده كل ده في الشوط الثاني. ياليو ديانج بيعمل الكوره بيشوط بتخبط في مين، كمل هات الصوره اللي بعدها. هنا طاهر دي كوره انفراد، ده جوه داخل خلاص بيقرب من علامه منطقه الجزاء. دي الكوره اللي كانت محوله النتيجه، دي كانت 2-1، كانت 2-1، كانت هتبقى 2-1، كانت هتبقى 2-1 للنادي الاهلي. بس هنا ارجع معلش الصوره اللي قبلها. هنا انا بالنسبه كتحليل انت طالما بتوصل للجون انت كويس، انت بس عندك مشكله في اللمسه الاخيره طول ما انت بتروح على الجون. يعني الكوره دي لو كانت جوت خلاص كذا فرصه. كمل هات الصوره اللي بعدها. هنا برضو حالات قبل خروج كهربا، ده انفراد كانت تقدر كهربا برضو يسجلها. هات الحاله اللي ده كل دي فرص ضايعه. دي اول في اول الشوط، دي اول واحده في الشوط اللي هي بيرسي تاو لعبها بكعبه لاليو ديانج. اليو ديانج لعبها بالعرض، جمله جميله بصراحه. حصل كهربا برضو خدها وبيرسي تاو ضاعت، ده كل دي فرص ضايعه. كمل هنا بقى دي فرصه الشوط الاول بتاعت حسين الشحات، دي نفس الصوره دي بتاعت القضية ممكن الفاينل بتاع الزمالك، هي نفس المرجعها كده ثواني نفس نفس تحس ان برضه هيحطها في العرض. سبحان الله. كمل هنا بقى دي الفكره اللي كان بيلعب عليها مارسيل كولر في الشوط الاول اللي كريم انت اشدت بالتغييره اللي عملها. هنا هو كان فكرته ان هو كان على فكره هو غير طريقه اللعب ولعب 4-2-3-1 او 4-4-2 اللي هو امام تحت كهربا، امام هو صانع الالعاب مش ثلاثة ارتكاز، يعني المثلث راسه لقدام امام وتحتيه اثنين، مين الاثنين؟ مروان عطيه واليو ديانج. وكان احيانا في اوقات كتير من المباراه بيعمل ضغط عالي. هات الصوره اللي بعدها. هنا امام الشوط الاول ما كانش موفق بصراحه عشان الفجوه دي. بص قفشه نزل الشوط الثاني عشان يسد الفجوه ما بين الاثنين في خط الوسط وراس الحرب، ان انت فعلا الحته دي مع طبعا الدور الدفاعي هي مشكلتها، ان انت الشوط الاول قدر يانج افريكانز ان هو يحسسك ان الخط الوسط مش معاك، وانس ان انت قللت الفجوه دي قفشه لما عملها في الشوط الثاني انت خلاص استحوذت على المباراه واستحوذت على الاستحواذ وكل شيء خلاص. هو التغييرات يا كريم كمان، هو نزل قفشه مكان امام زي ما انت بتقول. امام كان قليل الشوط الاول، كان امام برضو انا يعني عايز اقول له ان امام ايه لازم تلعب لعب النادي الاهلي بصراحه، لعب النادي الاهلي مختلف شويه. لا هو بص برضو لان هو مضغوط خلال الفتره اللي فاتت من مباراه لمباراه ومن اصابه لاصابه خلي بالك برضو امام لعيب كبير يا كابتن، طبعا لعيب كبير، لكن يجب ان يتم وضع هذه الامور في في مخيله الجميع انه مش سهل ان انا ارجع من اصابه العب مباراه دايما. المباراه الثاني مباراه او ثالث مباراه بعد الاصابه بتبقى اقل كتير من اول مباراه. ومعايا سبب بس عايز بس التمرير التمرير ده حاجه عالمية. امام محتاج يمرر لعب النادي الاهلي اللي اقصده اللي هو ايه التمريرات الكتير لازم نمرر. بس خلينا نقول ان احنا بنحلل اداء امام عاشور في الشوط ده، في الشوط ده مش اداؤه مش لان هو اصلا انا شايفه احسن لعيب 8 في مصر مش يعني دي حاجه ثانيه. نبقى نجيب بقى حالات للمباريات كلها، للمباريات كلها في إيه؟ بس واحده من الغلطات الناس بتقع فيها ان انت وانت بتحلل اداء اللعيب في لعبه في مباراه او في شوط في مباراه فجاه تنط بكلامك ده صفقه كذا مش وكذا. بس انت ما جبتش المباراه، ولكن احنا على جانب الاخر يا كريم ايه اللي الاهلي يعمله عشان يفضل كده زي ما لعبنا في الشوط الثاني تحديدا؟ النقطة المهمة جدا كانت اسلام ان اسلوب لعب كولر السنة اللي فاتت في افضل حالاته لو بنفتكر نعمل كده فلاش باك بداية من يناير بالذات مباراة اسوان، اول ما رجع كهربا في ماتش اسوان كان في اسوان وكسبنا اعتقد 2-0 اعتقد هناك في اسوان. المباراة دي كانت اول مباراة من ساعتها النادي الاهلي بيلعب كومباكت جدا الخطوط قريبة جدا من بعض. واحدة من المشاكل اللي عند النادي الاهلي في مباريات اللي الناس متضايقة منها مثلا زي مثلا مباراتي سيمبا، مباراتي سان داونز، حتى مباراة الجونة واعتقد مباراة سموحة في الدوري، خط وسط الاهلي بعيد عن القدام واقفين يعني مش قريبين قوي من بعض خالص وبنلعب من الثبات ما بنلعبش من الحركة.
شوف مثلا الاربع هجمات اللي عملناهم في التاني. لا كلهم ثبات. كلهم حركه. كله من حركه. كريم فؤاد بيتحرك وطاهر محمد طاهر شايفه. اليو ديانج بيلعب ال1 2 مع بيرسي تاو بيداله في الناحيه الفاضيه، كلها من حركه. سموحه واقف لك مش هيخرج من منطقه الجزاء. الجونه واقف لك مش هيخرج من منطقه الجزاء. واحنا دايما قلنا الفرقه دي بتحتاج ان انت تلعب زي كره اليد، محتاج تتحرك كتير. فواحده الشوط التاني بيزاح وجهه عين امبارح، انا في وجهه نظري هو مثال عمله مارسيل كولر، واتمنى ان هو يبقى يعني هو خلاص ادانا فكره. انا ممكن اغير مبادئ. الراجل غير بين الشوطين لما لقى ان الفريق محتاج ان يغير بين الشوطين، عمل تغييرات وقدر ان هو فعلا يغير شكل الفريق خالص. اتمنى ان احنا ما يبقاش في ثوابت في الفريق، ما يبقاش هو ايه انا ما بغيرش الا قبل تعدي الدقيقه 60. عمرو السليه عودته مكسب كبير. عودته انا يعني في الشوط الثاني هو نزل عمرو السليه مكان مروان. مروان خرج عشان الانذار، كان معاه انذار فهو خاف عليه فنزل عمرو السليه. مروان وعمرو كمان عنده بيداك تقل. عمرو السليه في وسط الملعب يا جماعه عنده شخصيه الاهلي، لعيب كبير عنده تقل، لما يجي بس مع الماتشات يعني تحس ان هو بصراحه في مركز 8 لا لعيب ممتاز جدا، وعودته مكسب للنادي الاهلي والمنتخب مصر. لازم كمان يعني التغييرات، نزل كريم فؤاد لسه عارضين له الانفراد اللي راح بيه وعمل كذا كوره، طاهر محمد طاهر عمل خطوره لما نزل، خالد عبد الفتاح مكان ياسر. فانا شايف ان احنا لازم نحمي مارسيل كولر من بعض الناس اللي هي واخده التوجه ان احنا عايزين نخلي مارسيل كولر ده او نشكك جمهور النادي الاهلي في مارسيل كولر. لا، ما هو مش خساره مباراه ولا خساره بطوله ولا بتاع، احنا عارفين ان مارسيل كولر مدرب كبير حقق 5 بطولات السنه اللي فاتت، مش عايزين ندي فرصه لبعض الناس ان هي تشكك فيه. لا، هو يا جماعه مارسيل كولر لغايه دلوقتي متصدر الدوري، لو كسب يا كريم لو كسب الماتش المؤجل هيبقى متصدر الدوري. في دوري ابطال افريقيا انت لو كسبت شباب بلوزداد الماتش الجاي انت هتتصدر المجموعه. فين النتائج المذبذبه وفين مارسيل كولر وحش وفين الكلام ده؟ يعني ليه الناس عايزه توصل رساله؟ ليه عايزين نوصل دايره شك؟ ما تقولش الناس البعض. البعض الناس ليه عايزين نوصل؟ ليه عايز تدخلني في دايره الشك؟ هو دي هي ده المطلوب. انا من الصبح عمال اسال هو ايه المطلوب؟ هو ده المطلوب، ان هو يدخلك في دايره الشك مع جمهورك. من جمهور النادي الاهلي يبتدي يشك في اسلام، ويبتدي يشك في احمد، ويبتدي يشك في كريم، في لعيبته، في جماهيره، في لعيبته، في جهازه الفني، وبالتالي يصبح هناك شكل عام ان انت او يعني ان النادي الاهلي وحش، وما اعرفش ليه الحقيقه. احنا بنرد بقى بالارقام، لما بنرد احنا مش بنرد برده، لا احنا بنرد بالارقام. النادي الاهلي متصدر الدوري، فرقتين واحدين بس ما خسروش يا جماعه في الدوري، النادي الاهلي وزد. اقوى خط هجوم في دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي، وبالارقام هو افضل اداء لغايه دلوقتي. في مقارنه في باقي المجموعات صن داونز خسر، بيراميدز خسر، الوداد خسر، الترجي خسر. المجموعات يا سمير احنا بنتكلم يعني لو استعرضنا حتى ترتيب المجموعات كل الفرق اللي هي المصنفه او الفرق اللي هي يعني تحت النادي الاهلي على طول، صن داونز خسر، الترجي خسر. بص يا كريم دي مجموعه الموت، دي مجموعه اقوى مجموعه، صن داونز مازيمبي ونوازيبو الموريتاني وبيراميدز، الاربع فرق 3 نقط. والماتش الجاي صن داونز وبيراميدز. لا هو بيراميدز بعد الخساره فرصه في الصعود انا شايف هتبقى اقل شويه، عشان خسر اضعف مباراه. دي ازمته ان هو المفروض على الورق نواديبو اضعف فريق في المجموعه، اضعف فريق المفروض ياخده رايح جاي، المفروض تاخد 6 نقط منه. فانت النهارده اصلا ال6 نقط بتوعك قدام صن داونز مش مضمونين، لان صن داونز اكيد اكثر خبره من لعيبه نادي بيراميدز. دي المجموعه الثانيه اللي هي فيها اسك وجالاكسي البوتسواني، اسك اللي عامل يعني مفاجاه، وسيمبا والوداد. بس بصراحه اسم كبير طبعا كل حاجه، ولكن يعني يرجع. دايما بقاله فتره كان بعيد، هم معتمدين على الشباب. معتمدين على الشباب، جيل صعب. بس انا شايف ان الوداد برضو رغم كده الوداد قادر على الصعود. لا انا مع كريم برضو في ان الوداد قادر على الصعود، ولكن دلوقتي مش هيبقى بايديه، هيبقى محتاج البعض. لان مجموعته في الاسماء اللي فيها مش بنفس القوه اللي في المجاميع الثانيه يعني. مظبوط. هنا المجموعه بيترو اتليتيكو الهلال، بيترو اتليتيكو المفاجاه كريم اللي كنت عايز تتكلم عليها. بيترو اتليتيكو انا شفت المباراه الثانيه مع النجم الساحلي، وبقول اللي بيحبوا جيلبرتو لاعب النادي الاهلي يبصوا على جيلبرتو الجديد في بيترو اتليتيكو، المهاجم الظهير الايسر اللي هو الجناح الايسر السريع ده. هم معاهم مهاجم برتغالي اسمه جودش، الكسندر جيدس، ده 4 اهداف دلوقتي. ده متصدر البطوله، ده اللي جايبه جيلبرتو برضه. هو جيلبرتو جايبه كل اللاعبين. هو اللي جايبه. بس في جيلبرتو صغير، جيلبرتو الصغير يا لعيب سريع جدا، لعيب سريع جدا، شفته في الدوري الافريقي كمان. هنا دي مجموعه الاهلي، الاهلي الاربعه، مدياما 3،
شباب بلوزداد 3، يانج افريكانز 1. فالنادي الاهلي طبعا متصدر المجموعه، اقوى خط هجوم في البطوله مع شباب بلوزداد. انا عايز اقول لك ان اغلبيه جمهور الاهلي ان شاء الله، هو طبعا المجموعه باذن الله الاهلي هيتصدرها بعد نهايه المجموعه، كنت بفتكر اغلبيه الجماهير تقول لك يا رب كنا طلعنا الثاني. لسه تتشائم لما تقوم يعني فشل ان شاء الله ربنا يكرمك. هو النادي الاهلي اصلا ما كسبش اول ماتشين في دور المجموعات من سنه 2012. يعني لما كسب مازيمبي في 2012 وبعد كده كسب النادي الزمالك مع الكابتن حسام بدري في 2012. فانت من 2012 ما كسبتش اول ماتشين. طيب هل من الممكن ان تتغير القوه في افريقيا خلال الفتره اللي جايه يا كريم؟ من الشكل اللي احنا شفناه في المجموعات يا كابتن اسلام، اعتقد ان احنا داخلين على فتره جديده وهنشوف فيها قوه جديده في افريقيا مختلفه عن القوه اللي احنا شفناها في السنوات الاخيره. واحده من القوه دي في وجهه نظري الشخصيه بيترو اتلتيكو. بيترو اتلتيكو واضح انهم بيعد فريق مختلف صراحه، حتى اسك عامل فرقه بتلعب كوره، الناس كلها النهارده بتلعب التيكي تاكا. يعني النهارده مش هيبقى عندنا بس سان داونز هو الوحيد اللي بيلعب بالاسلوب ده، حتى يانج افريكانز نفسه. عايز اقول ان يانج افريكانز مع شباب بلوزداد اللي اتفرج على المباراه في الجزائر، نتيجه المباراه 3-0 لا تعبر باي شيء عن احداث المباراه. احداث يانج افريكانز كان مستحوذ تماما على المباراه، الضربات الركنيه هو الافضل، الهجمات على المرمى هو الافضل، حتى انا فاكر تصديات حارس شباب بلوزداد يا ثابت 4 في حين تصديات حارس يانج افريكا كانت 0، لان الثلاث كرات اللي راحوا له دخلوا اهداف، هدف في الدقيقه 9، هدف في الدقيقه 46 من الشوط الاول، وهدف في الدقيقه 92. يعني حتى وفيات الاهداف قاتله بالنسبه لشباب بلوزداد. فاللي عايز اقوله يا كابتن اسلام، لا الكره الافريقيه بتتقدم والفرقه بتتعلم، والنهارده الكوره بقت خلاص كل المبادئ الناس كلها النهارده بتتعلم بسهوله جدا عن طريق الانترنت وعن طريق الكورسات وعن طريق الفيديو وتحليل وشركات تحليل الاداء. الموضوع بقى سهل، بس الفكره مين بيشتغل؟ بكل امانه من ينظر الى الكره الافريقيه على انها النهارده كره متاخره عن الدوري المحلي، لا انا عايز اقول لك دوري ابطال افريقيا السنه دي في مجموعه من الانديه بتلعب كوره ممتازه، وخلال السنوات الجايه لو فضلوا مثابتين على المستوى ده مع التدعيم المادي من الكاف في مختلف البطولات. المفروض الكاف بيقول السنه الجايه هيعمل بطوله دوري ابطال افريقيا الدوري الافريقي من 24 فريق، وهيقدم جوائز ومكافئات ماليه كبيره. الفلوس لما مع الانديه دي هيقدروا يطوروا لاعبتهم ويرجعوا بقى، ممكن نشوف اسك ونشوف اشانتي كوتوكو. هل ممكن نشوف حد رابع في نص النهائي ان شاء الله يعني مع النادي الاهلي وصن داونز والوداد والترجي؟ هل ممكن يخش منافس رابع؟ بيترو اتلتيكو بالشكل اللي هو ماشي بيه ده ما تستبعدش تلاقيه تصدر المجموعه على الترجي والنجم. بس بالعكس. برضو في الادوار اللي هي الاقصائيه، خلينا نروح للمجموعات، هات لنا المجموعات مره ثانيه كده وقول لي كل واحد راي حضراتكم من سيصعد من كل مجموعه. ماشي، المجموعه الاولى لو نجيبها، هات لنا المجموعه الاولى يا سمير لغايه لما يعني ممكن يعني المجموعه الاولى هي سان داونز، مازيمبي، نوازيبو، بيراميدز. اتوقع يعني الاقرب للصعود سان داونز ومازيمبي. انا على المستوى الشخصي طبعا يعني ان بيراميدز فريق مصر اتمنى هو يصعد، بس بصراحه اشوف بالاداء اللي انا شفته حظوظه قليله، اشوف ان سان داونز ومازيمبي اقرب. وكنت يعني نتمنى طبعا بيراميدز فريق مصري ان هو يقدر يلحق نفسه في الاربع مباريات الجايه. المجموعه الثانيه اسك وجالاكسي البوتسواني وسيمبا والوداد. اتوقع الوداد هيتصدر المجموعه واسك. انا اتوقع اسك هيتصدر والوداد هيتاهل كوصيف. اوكي، اللي بعده بيترو اتلتيكو، الهلال، الترجي، النجم، بيترو والترجي. انا اتفق مع بيترو بس مين هيتصدر مين وصيف؟ لا بيترو اتلتيكو يتصدر. الترجي تحس ان هو لسه بيبني لسه في مرحله بناء، يعني اللي هو مجموعه من الشباب وتحسنوا كتير قوي. بس برضه كريم في نقطه ان التدعيمات اللي في يناير هتفرق معاهم. ولد برازيلي ممتاز جابوا ولد برازيلي يانساس اللي هو رقم 10 كويس. الاهلي، مدياما، شباب بلوزداد، يانج افريكانز. اعتقد الاقرب الاهلي في الصداره ان شاء الله ومع شباب بلوزداد المركز الثاني. انا اعتقد برضه. طيب عندكم برضه تعليق على فوز الاهلي على بيراميدز بخماسيه في دوري 2003 وخسارته بعد كده من الزمالك 2-1 يعني؟ الاول خلينا نقول ان في المباريات دي ان دي كلها لسه دي تحصيل حاصل، يعني نظام دوري الشباب ان بيصعد اول 10 وبعدين يعملوا مجموعه، يعني كل ده بس ايه لسه 20 فرقه سخنة. بعد كده اول 10 يعملوا نظام المجموعات زي الباسكت يعني. زي الباسكت ده معمول في نظام دوري الشباب.
النادي الاهلي طبعا في فريق 2003 ماسكه الكابتن احمد عبد الظاهر، من ساعه توليه النادي الاهلي بيقدم اداء كويس جدا، يمكن كسب بيراميدز خماسيه الاسبوع اللي فات، النهارده الخساره من الزمالك 2-1، واللي اتفرج على المباراه يعرف النادي الاهلي كان مستحوذ طوال الماتش، طوال الماتش هو اول 10 دقائق بس نادي الزمالك قدر ان هو يتقدم اول ربع ساعه، وبعد كده النادي الاهلي ضيع ضربه جزاء في نهايه الشوط الاول، والشوط الثاني سجل من خلال ضربه جزاء ميدو نبيل اللي ضيع ضربه الجزاء، وقدرنا ان احنا نسجل برضو ضربه الجزاء الثانيه. فالنادي الاهلي يعني انا شايف ان هو بس في بعض الحاجات اللي حصلت في المباراه الغريبه شويه، يعني الكابتن احمد حسام ميدو كان بيدي تعليمات لبعض يعني اللعيبه، يعني ما هو حر بيدي تعليمات لعيبه الزمالك طبعا، بيدي تعليمات للعيبه الزمالك، هو مش في قطاع الناشئين اصلا بس كان موجود ابنه ممكن ابنه في الفريق، ابنه في الفريق. دي من الحاجات اللي كانت غريبة شوية في المباراة يعني. كريم يعني أعتقد أنا دايما ببص لمرحلة قطاع الناشئين والشباب كل منها كابتن إسلام إن هي لازم النظرة ليهم تختلف عن النظرة اللي فيها أول، ما يتحطش عليهم نفس الضغط بتاع اللعيبة الكبيرة أو اللعيبة اللي بتمثل فيه الأول، إن أنت بتحتاج من الفرق دي إن هي تدعم وتبقى يعني بتطلع لك لعيبة كويسة بدل ما أنت تدفع فلوس في لعيبة زي النهاردة اللي عامل جوارديولا في السيتي بيلاعب لعيبه صغيره، النهارده شفنا كام لعيب صغير بيلعبوا في مباراه كبيره جدا في الدوري الانجليزي. فانا بشوف اوكي مفيش مشكله، اللعيبه دي عندها مساحه خطا اكيد طبعا، وعندها هتعمل حاجات كويسه وهتعمل حاجات غلط، هم يتعلموا عشان لما يجي وقت التحول للفريق الاول يلعبوا بشجاعه، ويبقوا الفجوه ما بينهم وبين الفريق الاول مش شاسعه. انا نفسي بكل امانه ان القطاع النادي الاهلي نرجع ان هو يقدم لعيبه الفريق الاول زي 2014 دي، القطاع قدم لا يقل عن 5 أو 6 لاعبين مره واحده. احنا محتاجين هذا الامر لان بكل امانه السوق دلوقتي بقى فيه مشكله في انتقاء اللاعبين، وبالتالي بنضطر ان احنا نبص للخارج، وحتى في بعض الاحيان ساعات احنا بنحس ان الفريق السابق محتاج اكتر من 5 و6 و7 في لعيب كويس يا كريم اسمه احمد اشرف الباك ليفت اللي هو في النادي الاهلي بيلعب جناح، لعيب كويس جدا ده، واحد على فكره الفرقه دي فيها كريم الدبيس بس اتصعد فريق اول، يعني في بعض اللعيبه اللي من 2003 اتصعدوا فريق اول كريم، بس ممتاز. في احمد اشرف كمان ده افتكروا الاسم ده هيبقى برده لعيب، هو اخو محمد اشرف بس لو سيراميكا اللي هو لا في زد نفزد محمد اشرف، في احمد اشرف هو كان بيلعب جناح السنه اللي فاتت، احمد اشرف كان بيلعب جناح والسنه دي تم توظيفه باك ليفت، بس ان شاء الله هيبقى ليه مستقبل كويس جدا ان شاء الله. ومصطفى مخلوف برضو الحارس قدم اداء كويس رغم ان الجون الاول غلطته النهارده، بس هو حارس واعد مش مشكله يغلط على بالظبط، ما هو ده اللي احنا دايما بنقوله انه الاخطاء تبان في الدوري ده على اساس لما بيجي وقت الحساب اللي هو هل سيتم القيد ولا لن يتم صحيح. القيد، وبالتالي هو ده اللي احنا بنبقى محتاجينه خلال الفتره الجايه. انا بشكرك يا احمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا يا كريم على وجودك معانا، شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.